قوات الصدمة التابعة لقيادة عمليات البصرة تتحدث عن إلقائها القبض على عصابة تعمل على تخريب الاقتصاد العراقي حسب وصفها، وأنها داهمت معملاً تابعاً لعصابة خطرة في قضاء الهارثة منطقة المسحب تقوم بصيد الملايين من أصابع الأسماك الصغيرة، وذلك من خلال إلقاء مادة السم بنهر الفرات وتقطيعها وبيعها كأعلاف على أصحاب بحيرات الأسماك. دعونا نتابع. بعد ورود معلومات من قبل مديرية الأمن الوطني الأبطال بوجود أحد المتهمين يقوم بالصيد الأسماك في شط الفرات عن طريقة السم، ومن خلال سم الأسماك يقوم بجمعها، ومثل ما تشوفون حاليا بهذا المعمل يقوم بجمعها وثرمها ويقوم ببيعها على البحيرات الأسماك أو الأعلاف للحيوانات، وهذه تعتبر جريمة منظمة. تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية الأمن الوطني ومركز شرطة الهارثة الأبطال، وقامت قوة الصدمة بتطويق المكان، وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين وبحوزتها المواد السامة، وهذا يعتبر مبرز جرمي بحق الجريمة الذي قام بها هؤلاء المجرمين. الآن احنا موجودين بمنطقة الهارونية، هناك مخزن يعني ضمن عمليات التفتيش اللي قامت بها الجهات الأمنية، وجدوا انه هذا المخزن بكميات كبيرة من الأعلاف الأسماك الروبيان الأسماك الصغيرة، يعني صار لنا تقريبا بالعشر سنوات هاي الظاهرة ما لمسناها، يعني خلينا نكون صادقين انه استخدام الصيد بالكهرباء موجود.